ثم عليك الضربة. ماذا تفعل؟ كما تفقد هاتفي منذ فترة. إنها رسالة من ناومي. حفلة حقاً؟ أجل، هل أنت قادمة؟ بالتأكيد. أحتاج حقاً إلى تعديل مكياجي، بدءاً بظلال العيون. معذرة؟ تعلمين القواعد يا أنسة، المكياج ممنوع. ماذا؟ يا لها من قاعدة غبية. هذا مؤسف جداً. أعلم ما يمكننا فعله. استخدمي آلتي الحاسب المميزة. لماذا؟ ثقي بي فحسب. حسناً. واو، هذا عبقري. تعال إلى هنا. ماذا؟ مستحيل. استخدمنا قطع الإسفنج هذه لتغطية علب المكياج. هل ترين كل هذه القطع الصغيرة؟ ستشكل كل الأزرار. تبقى لنا وضع الشاشة فحسب. وها قد انتهينا. سأختبر هذا لأرى إن كان سينجح. هذه الألوان جميلة أيضاً. أنت؟ ماذا قلت للتو؟ ما خطب آلتي الحاسبة؟ هل هذا ما تمسكين به؟ حسناً، على أي حال لقد نجح الأمر. هل المعلمة تنظر؟ إنها تكتب على السبورة. سأستغل الفرصة بحذر. يجب ألا أجذب انتباهها. مهلاً، هل تظن نفسها ذكية؟ حان وقت وضع حد لهذه المهزلة. مرحباً، أجل هذه أنا. أنت تخالفين القواعد. حسناً، خذي أحمر الشفاه. لا أحد يستطيع خداعي. أوف، لقد اشتريت أحمر الشفاه بالأمس. مهلاً، ألهمني القلم الرصاص بفكرة رائعة. أجل ستنجح بالتأكيد. أولاً سأزيل هذه الممحة، ثم سأضع شفاطاً على طرف القلم. يجب أن أقص الجزء الزائد منه. سأحتاج إلى أحمر شفاه الآن. سأسخنه في ملعقة حتى يذوب. بعد أن أصبح سائلاً سأسكبه في قالب الشفاط. وانتهيت. يمكنني إزالة الشفاط عندما يجف أحمر الشفاه. لدي ممحة أحمر شفاه على قلمي. ماذا يحدث هناك؟ روزي، هل هذا مكياج؟ أوه كلا يا معلمة، إنه قلمي الرصاص. أنا سعيدة لسماع ذلك. ها هو طعامك. على هذه وجبتي سأضع تقييماً سيئاً للغاية على مستوى الخدمة. وهذا أيضاً. الآن أصبح أفضل. أنا جائعة للغاية. الآن لدي فكرة أفضل. سأخذ قليلاً من المربى وأستخدمها لتلوين الوجنتي. هذا أفضل. لكن ما يزال هناك شيء ناقص. أعرف، سأستخدم الملعقة لأخذ بعض الفتات من القضبان. يحتاج كل شخص إلى قليل من التألق في حياته. وسأستخدم هذا النبات بطريقة مفيدة. يجب ألا أنسى حاجبي. أحب لون هذه الحجارة. سأصنع منها مظلل عيون رائع. والآن أشعر بأنني عدت إلى طبيعتي. جيد، لا يوجد أحد بالجوار. تصرف بشكل طبيعي ولن يشك أحد في شيء. أنا أنظف الأرضية، لا شيء غريب يحدث هنا. الإنشاق. ما هذا؟ المشكلة، هل هو مكياجي؟ أعتقد أنه ينبغي أن تلقي نظرة بنفسك. ماذا؟ لماذا أبدو مثل المهرج في المرآة؟ هذا محرج للغاية. هل هذا أفضل؟ ليس مخيفاً، لكن لدي شيء يمكنه مساعدتك. ما هو؟ انظري، أخدمي نفسك بنفسك. رائع، هل هذه مستحضرات تجميل؟ أشكرك. ما رأيك الآن؟ انظري بنفسك. مدهش، أحب هذا القميص. أعتقد أن السجن ليس سيئاً على الإطلاق. استمتعي، التالية. وعاء واحد من فضلك. إنها وصفة أمي، سر عائلي. لابد من أنها طهية بارعة. ها أنت ذا.
أنصحك بإضافة الملح والفلفل. نصيحة رائعة، شكراً. ثقي بي، أنا متنكرة، لم أتعرف عليك إطلاقاً. كوني هادئة. مرحباً أيوطا، اسمع هذه النكتة. ماذا نسمي الباستا المتنكرة؟ إمباستا. مرحباً. حسناً، علي أكلها. هاي أسناني، ما الموجود في هذه الشطيرة؟ ماذا؟ أخبرني بنصحة أخرى. تدخل طماطم إلى حانة. هذا مذهل. فتقول الطماطم، ماذا تعني بقولك أنك لا تقدم الطعام؟ مصحة كلاسيكية. إن أمسك بك الحارس فستقعين في متاعب. جربي هذا. إن ضمنت أن بإمكانك شراء صمتي، أنت محقة تماماً. افتقدت المكياج كثيراً. هذا رائع. كوني هادئة. كيف أبدو؟ عجباً، جميلة للغاية. أعرف، أظن أنه من الأفضل أن أكل شيئاً. هذا أسوأ شيء. سأضيف بعض التوابل. هذا ليس ملحاً وفلفلاً، إنه غليتر لاما. سيبدو جميلاً علي. أشعر بإحساس رائع وكأني أميرة. أنا فنان كوميديا، انتظر. توقفي فوراً، رصدت ممنوعات في قاعة طعام. كان الأمر يستحق. ما حل هذا السؤال؟ بطني يقرقر من الجوع، لابد أن لدي شيئا يمكنني أكله لإسكات جوعي. كلها مجرد أغلفة. من شهية مفتوحة دائما. أنا مضطرة للانتظار. أو يمكنني لجوء لمخبأ سري. لقد أنقذت حياتي. أهلا بالشطيرة. هل أكلتها أيضا؟ وضعي مزري، لن تسكت جوعي. أشعر بجوع شديد. لحظة، ألا يزال طعمها رائعا؟ ربما. ما الذي تفعله روزي؟ ما الذي أفكر به؟ أفقدني الجوع صوابي. لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة. تعال إلي، لا تقتلني أرجوك. حانت اللحظة. روزي، لا، هذا الجوع لا يستدعي تناول علكة مستعملة. ماذا فعلت؟ أحتاج لهذه العلكة. لماذا فعلت ذلك؟ لماذا لم تسأليني؟ سيسكت مرطب شفاه هذا جوعك. قد يبدو كمرطب شفاه عادي، لكن طعمه لذيذ. العلكة المستعملة خير أكثر أمانا. ثقي بي، اتفقنا؟ رائحته رائعة. سأتناول لقمة صغيرة. طعمه لذيذ. أي نوع من المكياج هذا؟ ستحتاجين لقطعة جبنة وعلبة مرطب شفاه فارغة. اغرسيها في الجبنة، وعندما تخرج ستكون معباة بالجبنة. لا تنسي إعادة الغطاء. هذه فكرة عبقرية، طعمها شهي. من الرائع أني أحضرت أخرى. يا لك من صديقة رائعة يا ماديسون. ماذا يحدث في أول الطابور؟ أو لا، تحمل تلك اللافتة. منع المكياج مجدداً، لكني أحمل بعض مكياج الجليتر كالمعتاد. يجب أن أفعل شيئاً حيال ذلك. أهلاً، سأخفيه في فستاني ببساطة. هل صحيح إنه فستان؟ من الواضح أن ذلك لن ينفع. أحتاج لحل آخر. مرحباً، لدي تذكرة. أرى ذلك، لكن هل تخفين المكياج أيضاً؟ سألقي نظرة خاطفة.
حسناً، لا أرى أي شيء، يمكنك المرور الآن، لا بأس. الموسيقى في هذا النادي حماسية فعلاً. هل يراني أحد؟ كلا، سأضع بعض المكياج، سأنزع حذائي فقط، ثم سأزيل غطاء الكعب العالي. تدا، والآن حان وقت الجليتر، القليل منه على الخدود. عظيم، أعجبتني هذه الإطلالة، الجليتر الذهبي هو الأفضل. جليتر للجميع. هذه أغنيتي المفضلة بلا شك. ماذا حدث للأضواء؟ هل أنا في خطر؟ مهلاً، ماذا كان ذلك؟ من هناك؟ مرحباً، هل أنت مستعدة للاحتفال؟ ياي! لا أصدق، أهوى موسيقى الجيتار، هذا مذهل، أحب عملي كثيراً. أوهو، أحتفل مع فنانتي المفضلة. قلتها، أجل، حان الوقت لأشق طريقي إلى الداخل. نعم، أين ذهبت؟ هو يا إلهي، لقد نجحت، كان ذلك في غاية السهولة. والآن سأخرج مكياجي، حان الوقت لوضع ملمع الشفاء. والآن إنه وقت الاحتفال. تمام، سأفتح خزانتي وأخرج الحلوى التي أخبئها هنا. يبدو المكان آمناً. ما يعني أن وقت تناول العلكة قد حان؟ هاي، نريد علكة أيضاً، أعطينا. أوه، حرام عليكم، كانت هذه العلكة لي وحدي. تفضلوا، ليأخذ كل واحد منكم قطعة. أوه، بالكاد تبقى أي شيء. ماذا لو كان هناك طريقة لإخفاء علكتي كي لا يطلبها أحد؟ وجدتها، خطرت لي فكرة رائعة. إذن سأحضر بكرة العلكة ثم أخرج القليل منها وأقصه. هذا كاف. والآن إلى بلوزتي ذات قبعة، سأستخدم لهذا الجزء غراء صالحا للأكل، وأضيف الآن الغراء على البلوزة بشكل جميل بهذه الطريقة، وبعدها أضيف أشرطة العلكة فوق الغراء على البلوزة. انتهيت، أصبحت بلوزتي جميلة. هل هناك أحد؟ كلا، أي يمكنني الكشف عن سر بلوزتي. لا أحد يعلم أن لدي بعض العلكة، وبالتالي لا مزيد من الاستغلال. أوبس، أرى ما تحملينه في يدك. هل يمكنني الحصول على قطعة من علكتك؟ بالطبع، تفضل. ممتاز، شكرا لك. إنها النكهة المفضلة لدي. كان ذلك وشيكا، كدت أقع في ورطة. لحسن الحظ، معي المزيد من العلكة لي. هل تستخدمين كريم العساس؟ ما الكمية التي تستخدمينها بالتحديد؟ لأنني أحب وضع كمية وفيرة، في الحقيقة قد أسبح فيه من كثرته. بحقكن، تعلمنا أن عملية وضع المكياج فوضوية أكثر من النتيجة النهائية. لا يمكنني أن أنسى شفتي، ثم يحين وقت المزج، فائقة الجمال، أليس كذلك؟ من السيء أن هذا مكان ممنوع فيه المكياج. رائع، سأبدع في هذه اللوحة. أوف، أشعر بالحر، سأخلع سترتي. أوف، كان خلعها صعبا. لحظة، ما هذا؟ لا، أظن أنه أحمر شفاء، لقد أزلته بالسترة. تبا، بست، انظري هنا بنت. ما هذا الصوت؟ زال كل أحمر الشفاه من شفتي. أوه، هذه مشكلتك؟ الحل سهل، تفضلي. أحضرت علبة طلاين فارغة وملأتها بجل شفاف مثل الفازلين ولون من اختياري، ثم خلطتهما جيدا وأصبح الخليط جاهزا. سأحتاج إلى فرشاة رسم لوضعه. اغمسي الفرشاة في الخليط وضعيه على شفتيك، وحصلت على ملمع شفاه ملون. واو، النتيجة رائعة. عندما يجف الخليط قومي بتقشيره. أترين؟ لا تزال شفتاك ملونة. إنها صبغة شفاه ستظل ليوم كامل، ولن يزول أحمر الشفاه لأنه دائم. أنت عبقرية، شكرا، سأعود إلى لوحتي الآن. لماذا استغرقت الكثير من الوقت؟ مرحبا، آسفة على التأخير.
لماذا ترتدين هذه الملابس؟ ولماذا وجهك هكذا؟ سأغطيه بالقبعة فحسب. هيا، لن ينجح ذلك. لندخل ونقضي وقتا ممتعا. مرحبا، ها هي التذاكر. شكرا. واو. حسنا، يمكنكما الدخول. مرحبا، هذا النادي رائع، صحيح؟ هذه تبدين كئيبة. لدي حل. انظري ماذا فعلت قبل الدخول إلى هنا. وضعت هذا المكياج في وعاء صغير، ومن ثم أخذت مطهر اليدين ورششته بالداخل، ثم مزجت جميع المكونات عندما انتهيت حتى حصلت على عجينة متجانسة. هكذا صار جاهزاً. والآن سأحضر فرشاة المكياج وأطلي أظافري بهذا الخليط تماماً كطلاء الأظافر. هكذا بالضبط. حسناً، هل أنت مستعدة؟ سأفرك ظفري على جفونك. واو، يناسبك هذا اللون كثيراً. لنرقص الآن. تمام، ماذا سأكل أولاً؟ الخيارات كثيرة. هذا مشوق. هل ستأكل كل هذه الحلويات لوحدها؟ يا لجمالها! واو! ماديسون! نعم، أريد واحدة فقط. عظيم، الأوريو من نصيبك. شكرا. أما أنا سأتناول هذه الحلوى. ما الأمر؟ أرجوك. حقا؟ تمام، لا بأس. أنت الأفضل يا ماديسون، لكن لم أنتهي بعد. ماديسون! ماذا الآن؟ لا، هذه النظرات البريئة تقضي علي. لا يمكنني قول لا لها. تفضلي. التوت الأزرق، إنها نكهتي المفضلة أيضاً. لم يبقى أي شيء لي. استحوذت روزي على كل مخزوني. ماذا يحدث لي؟ مهلاً. أجل العلكة، إنه لذيذ. ماذا؟ لا يوجد شيء هنا. طيب، هربت بجلدي. يجب أن أخفي هذه العلكة. قد يساعدني كريم اليد. حان وقت تعديل الملصق. هل لديك كريم؟ انزعي الملصق منه وضعيه على الحلوى. لن تشك أبدا في أنها علكة. أشعر أن يدي جافة. سيرطب هذا الكريم بشرتي. ما الذي تفعلينه؟ ماذا؟ إنه مجرد كريم، انظري، إنه دبق قليلا، لكن لا بأس به. افعلي ما يحلو لك. يا إلهي، كيف سأزيله الآن؟ حسناً، أين سأضعه؟ هنا، ممتاز، كل شيء في مكانه. بنت، بسست، انظري ماذا لدي. واو، لديك مكياج كثير ومرتب بشكل مثالي. هذا مبهر. لحظة، دعيني أريك شيئاً. لا، أين اختفى؟ صادرت معرض مكياجك. أنت تعرفين القواعد، المكياج ممنوع. روزي، لا تحزني، سأشاركك حيلتي الذكية. أولاً، أحضرت لوح المكياج وعود أذن. اخترت أحد الألوان وبدأت مسحه. استخدمت عود أذن لكل لون وحرصت على وضع كمية كافية من المكياج. يا للروعة، لوح مكياج كامل في أعواد تنظيف الأذن. يمكنني استخدام مكياج الطوارئ متى أردت، ولدي خيارات ألوان كثيرة. واو، أعجبني مزيج الألوان هذا. شكرا جزيلا. مرحبا، كيف الحال؟ هل تريدين حلوى القطن؟ يا فيها الكثير من السكر. أفضل الحفاظ على صحتي. سأحصل على جسم أحلامي. لهذا السبب لا أتناول سوى الأطعمة الخضراء والمشروبات الخضراء. يجب أن تجربيها. أنا؟
أفضل ألوان قوس قزح. أطعمة صفراء وبنية وكل الألوان الأخرى. ولا شيء يضاهي الحلوى الوردية. أو كلا، ألا تعرفين القواعد؟ أوف، لكني أشتهيها بشدة. لا يهم، يجب أن أذهب إلى الحصة. هذا محزن، يبدو أني سأتمرن على معدة فارغة. رائحة منعشة. لحظة، خطرت لي فكرة. أو أجل، لتهريب حلوى القطن أخرج مزيل العرق واستبدله بالحلوى. أليست حيلة ماكرة؟ ورائحتها أحلى بكثير. حان وقت التمرن. واصلي. ثانية واحدة أرجوك. آسفة على التأخير. هيا تمرنا. أجل، حان وقت الأكل. أنا أتعرق كثيراً. يمكنك استخدامه. أنا أمزح، كل ما أحتاجه هو جرعة سكرية. إني أشعر بحرق الدهون. هذا التمرين ممتع. من لا يحب الحول هوب؟ أحتاج إلى استراحة ووجبة خفيفة على ما يبدو. لا أحد يراني، سأتناولها على السريع. أجل، لا أستطيع الانتظار لأكلها. لا تكتمل النقانق بدون كاتشب. يا ويلي، ماذا تحملين في يدك؟ أنت تعرفين القواعد. أخذتها في آخر لحظة. أوف، حصة الرياضة. مهلا، يمكنني إخفاء النقانق بسهولة. أولاً سأتخلص من هذين المقبضين، ثم سأضع أنبوباً بلاستيكياً في الحبل. سأستخدم هذه الحبة. اغرس الأنبوب في حبة النقانق بالكامل هكذا. لا تنسى الطرف الآخر. سأجرب هذا الحبل الآن. نجحت الحيلة. أنا أتمرن، أترين؟ واصل العمل. انطالت عليها الخدعة. أهلا بالبروتين. ماذا؟ الجياع يفكرون بنفس الطريقة، صحيح؟ استخدم. هذه الوظيفة مملة أحيانا. ها قد جاء أحدهم. أنت، هل تعرفين القواعد؟ لا يسمح بالمكياج. ماذا؟ أنا؟ ليس معي أي مكياج طبعا. حسنا، لن أصدقك بهذه البساطة. حقيبتي؟ حسنا، فتشيها. لنرى ما يوجد هنا. مهلا لحظة، من تعتقدين نفسك؟ أعطيني جميع محتوياتها فورا. بالطبع، تقصدين هذا؟ إنه دفتر يومياتي، وها هو هاتفي، وهذا الصندوق. هذا؟ إنها علبة بودرة تحاولين تهريبها. حسناً، أنا آسفة، سأتخلص منها. تباً، لا أصدق أنها كشفتني. مهلاً لحظة، دفتر اليوميات، هذا هو الحل. سأنزع قسماً كاملاً من الصفحات. عظيم، هكذا بالضبط، مستطيل كامل. والآن سأتخلص من كل هذا الورق. سأحتاج إلى بعض القماش الجميل. هذا القماش اللامع رائع جداً. والآن يمكنني وضع المكياج في دفتر اليوميات. انتهيت، ما علي سوى إغلاقه هكذا. والآن بعد أن دخلت بسهولة سأخرج مكياجي السري. لمسة سريعة وسأعود إلى الرقص بحماس. تنفيذ القانون لا ينتهي أبداً. زيارة من المهرج، أنا هنا لتوصيل كيكة عيد الميلاد إلى شيرل، ولكن أولاً تفضل شريحة منها. أنا لا أمانع ذلك أبداً، أتشوق لتناولها. شكراً أيها المهرج المريب. عفواً، سأتابع طريقي. عيد ميلاد سعيد. مرحباً، إنها
أنا أترين؟ هذا الشعر المستعار يليق بك، ولكنه عيد ميلادي، لذا أعطيني الكيكة. الآن حان وقت أمنية عيد الميلاد، أمل أن تتحقق. ربما بعض المكياج. شكرا لك، هذا ما احتجت إليه تماما. يوجد سجين وسيم وقد أعجبني. كيف أبدو؟ أشعر بأنني جميلة. هذه أفضل هدية عيد ميلاد. عيد ميلاد سعيد. ودعان، لم أتوقع ذلك. مكياج أجل. وأحصل على كيكة. الجميع سعداء. بقيت بضع دقائق من الفسحة، لما يعني أنه يمكنني الأكل. رائعة، أحضرت حلوياتي أيضا، أنا متحمسة لأكلها. أوه، انتهت الفسحة. مرحبا، ضعوا الأكل في حقائبكم. عظيم، لا خيار أمامنا. هل حللتم الواجب؟ تبدو مشغولة، سأتناول لقمة صغيرة فقط. المعذرة، الأكل ممنوع في الحصة. كنت أتأملها فحسب. أين كنت؟ كيف تفعل روزي ذلك؟ إنها عبقرية. حيلة الكوم الكلاسيكية، كان طعمها رائعا. لا يمكنني فعل ذلك بالكاب كيك، أين يمكنني إخفاؤه؟ هل يمكنني استخدام فرشاة الشعر؟ سأحاول. ماذا؟ سأريك سرا. هل تفكرين بما أفكر به؟ إنها فكرة رائعة. أزيل الشعيرات من الفرشاة، ثم ضع الكب كيك مكانها. أتذكرين هذه الحلوى؟ انكسرت الأعواد ووضعتها في الكيك، فستبدو مثل شعيرات فرشاة. لن تشك بأي شيء. يسيل اللعاب من فمي. ماذا؟ ماديسون، أماسط شعري فحسب، أترين؟ أوه، أحتاج لنظارة جديدة. أنا متأكدة من أني رأيت كاب كيك. بالعافية. لا حاجة لانتظار الفسحة عندما أستطيع الأكل في الصف. أحسنت يا فتاة. أشم رائحة رقائق البطاطس، أعطني هذا. هاي، اشتري بنفسك. يا لأولاد اليوم، يجب أن لا أدعه يرى هذا. ماذا سأفعل؟ يجب أن أفكر بشيء، لكن ما هو؟ أوه، إنها مولي. مرحبا مولي، تبدين جميلة اليوم. أوه، هذا أنت. أوه، مرحبا، قرأت هذا الليلة الماضية، إنها ممتعة جدا. مهلا، أريني ربطة عنقك. لكنها ربطتي المفضلة. ستأتي معي. ألا يجب أن نتعرف إلى بعضنا أولا؟ هذا ما أريده. ماذا حدث؟ أنا متحمس لإخبار أمي بهذا. سأقلب ربطة العنق وأضعها بشكل مستوى، ثم سأحتاج إلى القليل من الغراء. سأضع نقاط الغراء على الربطة، ثم سألصق بها شرائط من القماش المساطي. سأفعل هذا حتى نهايتها. يجب التأكد من ثباتها. آخر شريط، والآن سأدخل الحلوى في الشرائط. مناسب تماما، هذا جاهز. سأتصرف بشكل طبيعي ولن يشك أحد في شيء. تناسبني ربطة العنق هذا، وأحب الإكسسوارات. حان الوقت لتناول الحلوى، سأستمتع بتناولها. الحلوى السرية هي الأفضل. هاي مالي، تريد أمي دعوتك لتناول العشاء؟ هذا ليس جيدا. أهلا جارد، بدأت أندم على هذا. لدي المزيد من ربطات العنق إن كنت تريدين، لكن ستكلفك هذه قبلة. ماذا فعلت؟ انظروا لهذا، مسبح شاغر. علي المرور من هذا الرجل فحسب. مرحبا، أود الذهاب للسباحة فحسب يا سيدي. إذن يجدر بك التخلص من كل هذا المكياج. ارحلي. حقا،
يا لك من مفسد البهجة. المشكلة في مكياجي، هل يمكنني التخلص منه بتلك البساطة؟ لذا سأخبئه. حللت المشكلة. لنفعل هذا. هل يمكنني الدخول الآن؟ أعتقد أن بإمكانك الدخول. شكرا جزيلا. هل تظنين أنني لا أرى كل هذا؟ المكياج ممنوع. حسنا، أنا مستعدة للسباحة الآن. حقا؟ ما الموجود في الداخل؟ الأغراض الأساسية فحسب. هل ترى؟ ماذا؟ أوه، ومجدفي المفضل. ولا أذهب إلى أي مكان من دون هذا. حسناً، على ما أظن. شكراً. أخيراً، ظننت أنني لن أدخل أبداً. من الجيد أن المسدسات المائية مسموح بها، وفي الوقت المناسب تماماً لإعادة وضع مكياجي. لن تغطي هذه البقع نفسها. هذا أفضل كثيراً. ماذا يحدث في الداخل؟ قلت أن المكياج ممنوع. عودي إلى هنا. أوه، لم أرى شيئاً. قف مكانك، ما هذا الشيء؟ إنها كرة الديسكو الجديدة. حسناً، يمكنك الدخول. أوه، لماذا أحضرت كرة ديسكو أخرى؟ أوه، إنها ليست كرة ديسكو. سأريكم. أولاً، أحضرت ثمرة بطيخ صغيرة ورششتها بطلاء فضي صالح للأكل. حرصت على تغطيتها بالكامل. بعد ذلك أحضرت مربعات قصدير صغيرة وألصقتها على كافة أنحاء القشرة حتى أغطي البطيخ بالكامل. ويا للروعة، النتيجة النهائية. من يريد بعض البطيخ؟ واو، إنها طازجة. يجب أن نحافظ على رطوبة أجسامنا للرقص طوال الليل. توقف، ما الذي تحمله؟ إنها كرة الديسكو الجديدة. أنا عامل الإصلاح. لكن إن كنت أنت عامل الإصلاح. يا لها من غريبة أطوار. أخبرته أنها تحتاج إلى مرافق لحضور الحفلة. هذه القصة مملة. والده؟ مستحيل، نامت المعلمة. لا أريد تلك الطبشورة. أجل، إنها غارقة في النوم. إنها فرصتي لوضع بعض المكياج. لمسة سريعة. صادتها المعلمة. لماذا أشعر أن هناك شخص حولي؟ مرحباً. أعطني المكياج حالاً. أشعر بغضب عارم. أتفهم غضبك لأنها صادرت مكياجك. لكن انظري، لدي سر. هذا صحيح. هناك بودرة في كوبي. أحضرت كوباً فارغاً وقلبته، ثم أضفت بعض الغراء على قاع. ممتاز، حان وقت المكياج. وضعت البودرة على الغراء وانتظرت حتى جف. يا للروعة، مكياج مخفي تحت كوبي. كما أضفت الغطاء حتى يبدو كوبا حقيقيا. لكن لم أنتهي بعد. كيف صادع البودرة بدون الفرشاة؟ قصصت حافة شفاط بهذا الشكل وأدخلت الفرشاة فيه، ثم أضفت شفاطا آخر لإخفاء الفرشاة بالكامل. بعد ذلك أدخلتها في فتحة الغطاء. واو، هذا مذهل. إخراج الفرشاة بسهولة. حان وقت تعديل مكياجي. لحظة، ما الذي يحدث هناك؟ يجب أن ألقي نظرة عن قرب. المشروبات مسموحة في الصف. أجل، وقد قال كلا. هيا نشاهد فيلما مختلفا. ماذا يحدث هناك؟ أنت، المكياج ممنوع. ألا يمكنك القراءة؟ ماذا؟ إنه مجرد طلاء شفاه. تيهم، هذا سخيف جدا. أهلا، لدي فكرة. أنت، ضعي طلاء شفاهك هنا.
إنها درجة لونك أيضا، يمكنك وضعه دون أن يلاحظ أحد. كيف فعلت هذا؟ أولا اقطعي طرف مظلتك، قد يستغرق الأمر عدة دقائق، ولكن قبل أن تضعي طلاء الشفاة ضعي هنا غراء ساخنا، ثم ألصقيه على الطرف تماما. هل يمكنني تجربته؟ تبدين وكأنك تحملين مظلة. يا لها من خدعة بسيطة. والآن نعود للجلوس في الظل. هذا عمل شاق، سأغلق عيني لثوان. الوقت محدد تماما، هذه فرصتي. هاتف المحاضر مفيد للغاية. مرحبا، هذا أنا. مرحبا، أهناك أحد؟ مرحبا، أي يتكلم البراز؟ إنه أنا شيرل، عليك مساعدتي، أحتاج إلى مبرد أظافر حالا. لدي ما تحتاجين إليه، وداعا. والآن الجزء الثاني من الخطة، حان وقت العمل. حصلت عليه. جيد، ما زالت نائمة. لا مشكلة يا سيادة العمدة، علي أن أبقى هادئة، لا تستيقظي رجاء. ابتعد عن طريقي أيها البطل الخارق، إن نجح الأمر فسأكون عبقرية. عجبا، كان ذلك سهلا، والآن سأبرد هذا القضيب. ما كل تلك الضوضاء؟ من أيقظني؟ ماذا؟ يوم آخر ممل في السجن. إنها تصدق الأمر تماماً. علي الإبلاغ عن هذا. سمعت أن زنزانة تحتاج إلى الصيانة. هذه خدمة جيدة. انظر إلى تلك الزنزانة. لا يمكننا السماح بهروب السجناء. أين ذهب؟ إنه بارع. ماذا لدينا هنا؟ أرى المشكلة؟ انتهى عملي هنا. عجباً، كان ذلك سريعاً. أين ذهب؟ هل كان شبحاً؟ أجل، المكان خالي، سأنزع هذا. لوني المفضل، هذا أفضل. نجحت الخطة تماما كما خططت. سأعيد هذا إلى مكانه. ماذا يوجد هنا؟ رائع، إنها ماسكرة ولونها رائع أيضا. هذا يكفي، علي إخفاء الدليل قبل أن يعود الحارس. والآن علي أن أبدو بريئة. تحفظ فنية أخرى، أنا موهوبة حقا. ماذا يحدث بالخارج؟ مرحبا، ماذا؟ أنا هنا لزيارة آني. حسنا، لم تحضر أي مستحضرات تجميل، أليس كذلك؟ أنا كلا، أنا أشجع الجمال الطبيعي، كل ما لدي مجموعة ألوان. أنا أحب الألوان المائية. لا أعرف، في الحقيقة تلك الرسومات مملة بعض الشيء، يمكنها الاستفادة من بعض الألوان. سأسمح بها، تفضل. لقد قلت إنني سآتي وأحضرت لك هذا. ألوان؟ لا أعرف، شكرا. أهلا، انظري. هل ترين أي شيء يعجبك؟ رائع، أعطني إياها. أشكرك شكرا جزيلا. حان الوقت لإضافة بعض البريق إلى هذه الزنزانة. سأغمس الفرشاة في الألوان، ثم أضع الألوان على جفني. مدهش، حصلت على نتيجة رائعة. رائع، يبدو جميلا. هل يمكنني الحصول على شيء مماثل؟ لا أعرف، سيكلفك ذلك. لا بأس، خذي المال. لا تتحركي، سيبدو رائعا. وأنا بعدها. قفنا في صف أيتها السيدات. من أولا؟ حسنا، أنت. جميل، رائع. لنجرب شيئا مختلفا. وأخيرا انتهيت، ولدي ما يكفي من المال لصنع مروحة ورقية. هل الطابور طويل؟ أو لا، لم يتبقى وقت لإنهاء المكياج. حسناً، التالي. لا بأس، يمكنك المرور. التالي. أو لا، طبعاً أو لا، أحتاج إلى هذا لألقنك درساً. أوبس، ليس هذا، عذراً.
أقصد هذا. أو دبدوب جميل وظريف. ماذا؟ صحقا لا أقصد هذا الدب، هذا ما أردته. المكياج ممنوع. لكني لم أنتهي بعد من عيني الأخرى. ماذا سأفعل يا إلهي؟ لحظة، سأعود بعد قليل. مرحبا. حسنا، أنا مستعدة للدخول. أنا صاحبة القرار، دعيني ألقي نظرة فاحصة. يا إلهي، إنها تدقق النظر كثيرا. حسنا، كل شيء مقبول، يمكنك الدخول الآن. أجل، دخلت أخيرا. انطلت عليها الخدعة. حسنا، حان الوقت لنزع الأقراض. الآن سأنهي مكياج عيني الثانية. هكذا أفضل بكثير. الآن سأستمتع بليلتي. حركة وشمعة، ينبغي أن يجعلها هذا سعيدة. لا أصدق أنني أفعل ذلك. رائع، كعكة عيد ميلادي، سأتمنى أمنية. عيد ميلاد سعيد، بلا بلا بلا، ورق ملون. لفتة لطيفة، هذا ما أعتقد. حسنا، لقد انتهيت من دوري هنا. تلك الأمور التي أضطر لفعلها سخيفة جدا، لا تشبه الأيام الخوالي. حسنا، لنرى ماذا لدينا هنا. يبدو لا بأس بها حتى الآن، لكن لدي شعور ما. ربما لو فتحتها. لنرى ماذا هنا. ماذا؟ دمية دب، إنه رقيق نوعا ما، وهذا يدفعني إلى الجنون. هل هذه لي؟ فتحت هديتي، أنت شرير جدا. كم هو ناعم وجميل، أخيرا لدي صديق. ما هذا؟ إنه ليس لي. رائع، لديك رموش مذهلة. انتظر، يا له من عيد ميلاد سعيد. يبدو ذلك رائعا. والآن على الناحية الأخرى. يا له من اختلاف. كيف تهربين المكياج؟ أخبرينا بذلك في قسم التعليقات أدنى. ولا تنسي مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك والاشتراك في صفحتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة. أحشر بقية المكياج تحت بلوزتي. مرحبا، أنا مستعدة للدخول. إليك التذكرة. قفي هناك، ارفعي يديك لو سمحتي. حسنا. ما كل هذا المكياج؟ كنت أعرف لدينا قانون يمنع المكياج. حسنا، لا بأس، أتفهم ذلك، سأعود بعد قليل. يجب أن أتوقف عن الترويح بهذه اللافتة. حسناً، سأضع مكياجي على ذراعي هكذا. والآن سألف الضمادات بهذا الشكل حتى أني سأضمد كامل جسمي. تعتقد أنها ستنجح في منعي من إدخال مكياجي؟ ستنطلي عليها الخدعة بالتأكيد. حسناً، أعتقد أني أبدو رائعة جداً. مرحباً، هذه تذكرتي. شكراً، يمكنك الدخول. أجل، لقد نجحت. أهلاً، ما هذا؟ انتبهي يا فتاة. حسناً، هل يراقبني أحد الآن؟ كلا، حان الوقت إذن لوضع المكياج. حسناً، سأستمتع بليلتي. لم أنسى إحضار الأقلام المناسبة، صح؟ أكره حياتي، أكرهها حقاً. يبدو مظهرك فظيعاً يا ماديسون. ماذا حدث؟ لماذا لا ترين بنفسك؟ يود قطع علاقتي بي نهائيا. لا عجب انك تبكين، قد تودين تفقد مظهرك في المرآة. لقد سالت الماسكارا. انا بشعة فعلا. تمرين بيوم عصيب فقط. من المؤكد أنه بمقدوري مساعدتك.
المساحات القطنية من منزلي، هل تودين واحدة؟ تفضل يا فتاة، صارت لك. استعمليها لمسح المكياج. لقد استحق الأمر تجربة على ما أعتقد. أضعها على عيني هكذا؟ واحدة لكل عين، صح؟ وهكذا بالضبط، لم يعد وجهي شبيها بالراكون. كان هذا الكثير من المكياج. لنرى كيف تبدو عيني الآن. لقد استعدت جمالي بفضلك. هل تودين معرفة سري؟ هل رأيت هذا الملف البلاستيكي؟ استعملي مقصا لقص شريط. عندما تنتهي من ذلك افتحيه هكذا. ضع المساحات القطنية على الشريط بهذا الشكل، ومن ثم اسكبي القليل من مدير المكياج في جميع المساحات القطنية، ومن ثم اغلق الغلاف واحضري ورق البارشمان وضع الشريط داخله، ثم احضري جهاز تمليس الشعر لاغلاق البلاستيكي باستعمال هذه الورقة. هذه الأخيرة، أزيل الورقة الآن، وها قد حصلت على هذه، فوت إزالة المكياج المحمولة. رائعة للغاية، لقد أنقذتني اليوم، ربما سأحتاج إلى المزيد لاحقاً.